ازيكم يا جماعه، معاكم ساره صبحي. فيديو النهارده برضو عن مشتريات الوكاله. ده الفيديو الثالث ليا من مشتريات الوكاله. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديوهات دي. الفيديو ده هيبقى من غير جوله لان انا وريتكم الجولتين اللي فاتوا، فبكده انا وريتكم الوكاله كلها. استنوا لحد اخر الفيديو عشان اشتريت حاجه غريبه من الوكاله غير اللبس، بس حاجه فرحتني جدا وبصراحه حاجه ان هي عجباني انا شخصيا. يلا نبدا الفيديو مع بعض. دي اول قطعة انا اشتريتها، اول قطعة انا اشتريتها. لا دي مش اول قطعة، دي وانا ماشية من الوكالة خلاص ورايحة اركب وبقولها باي باي وكالة، رحت شفت ده في اخر ستاند عجبني قوي. تمام، كان عاجبني معاه هيكول في نفس الستاند، كان هيكول جملي كده بس للأسف واحدة خدته، بس مبروك عليها بقى مش هنحسده ولا حاجة. تمام، بس انا كنت عايزه اشتري له هيكول عشان البسه على الهيكول عشان هو هينفع في الهيكول. فبالصدفه نزلت سيتي ستار بعدها بيومين، رحت جبت هيكول من ريد تاج. طبعا انتوا عارفين انا ما بجيبش هيكولات غير من ريد تاج. تمام، جبت هيكول لونه بيتي، لبسته عليه كان شكله حلو قوي. بصوا ده اهو، ماركه اسمها ماركه بوهو يو كي 10 مقاس 10. تمام، هو طويل وكانه زي الدريس كده فعجبني قوي. اهو ده من ورا ومن قدام، من قدام فتحته طويله شويه. تمام، هتلاقي منه كتير لو انت رحت، هتلاقي منه يعني هتلاقي ستايلات من دي كتير. هو احسن حاجه فيه ان هو نازل على واسع، فعلشان البس عليه بنطلون ضيق او واسع فمش هيقيدني في حاجه. دي اول قطعه معايا. تاني قطعه بقى، بصوا عامله ازاي. دي تاني قطعه عباره عن تيشيرت قطن. البطاريه فصلت تاني، وانا بوريكم الحاجه مش عارفه في حاجه غريبه، اول ما بقول القماشه ناعمه قوي والبطاريه فصله. برده في الفيديو اللي فات حصل كده، مش مهم. يلا بقى نبدا بسرعه. ده التيشيرت زي ما قلت لكم اللي عجبني فيه الخطين دول قوي ومقاسي وكل حاجه. ده كان ماركه ايه؟ اونلي مقاس لارج. تمام، لو كان اكس لارج كمان كان هيبقى ينفع، بس ايه او مقاس لارج. بصوا حلو قوي وجميل، بلبسه على بنطلون جينز اي بنطلون، على تيشيرت تحتيه كده خلاص ماشي، او جاكيت. بس انا عايز البس تحتيه تيشيرت علشان يبين في الخطين ماشي. ده كان ب 35 جنيه، بس انت 35 جنيه. هوريكم بقى ايه القطعه اللي انا بحبها قوي، ان انا يعني بالنسبه لي حاجه شكلها جميل جدا اهي. ده بقى اللي ظبطت بيها نفسي بجد يعني من هناك. دي ايه؟ ده عبارة عن بلوزة ومشيتها كده جامدة شوية فحلوة، فيها حركات من هنا من الايد، فيها السوستة دي عجباني قوي بقى. السوستة دي اول ما شفتها حسيت ان هي جميلة، بس اتأكدت ان هي بايظة ولا مش بايظة، لقيتها مش بايظة ولا اي حاجة ماشي. دي كانت بخمسين جنيه، مستند خمسين جنيه بس، بس والله هي حلوة قوي وعجباني ماشي. بصوا الشميز اللي انا لابسه ده، ده انا قلت لكم في المشتريات اللي فاتت بس كنتش لابساه، فقلت البسه لكم برضو عشان ايه بشوفكم انتوا خدتوا بالكم ولا ما خدتوش بالكم ماشي، عشان تعرفوا بس ايه ان اللبس حلو وما فيهوش اي حاجه. هوريكم بقى القطعه اللي انا جبتها مش لبس، اللي انا جبتها من الوكاله ولقيتها بالصدفه قدامي، كانت في واحده حطاهم كده عجبتني قوي جبتها. ثانيه واحده، حتى جبت الشمعدان ده. بصوا عامل ازاي، انا اول ما شفته مشيت بعد كده رجعت تاني، فحسيت ان هو بجد عجبني، حاجه غريبه يعني جبتها عجبتني قوي شكلها بقى. بصوا اصلا تفاصيلها ليها تفاصيل جامده، ورق الشجر بس ايه يعني بخلي بالي عشان ممكن تعورني عشان هي حاميه شويه، طول ما انا ماشيه بقى مخليه بالي علشان ما تقطعش في الهدوم اهي. بصوا حلوة قوي ازاي، دي جبتها برضو من الوكالة، لك انت تخيلها. يعني معنى كده ان الوكالة فيها حاجات كتير وفيها يعني ممكن تلاقي فيها اي حاجة انت عايزاها. تمام، انا بكده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تتابعوني للفيديو الجاي، وكمان ما تنسوش تدوني لايك لو عجبك الفيديو، وكمان تدوسي سبسكرايب اشتراك لو انت لسه مش مشتركة في القناة وعايزة تتابعيني. ويلا باي باي.